تعالوا نشوف أول سؤال معانا من الأستاذ وليد من الجيزة. أستاذ وليد، السلام عليكم يا سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ نعم وفضل الحمد لله. أنا حضرتك يا مولانا بتصل بخصوص لو في حد عليه دين وبيدفع دين وبيدفع ايه؟ يدفع زكاة. واحد عليه دين والدين ده مستهلك كل ماله؟ ده كل المال. لو هو الدين ده مستهلك كل ماله خلاص، ما هو معهوش فلوس عشان يسدد بيه، لان كل الفلوس ما بتجيله هو بيسدد بيها الديون اللي عليه، فكده هو خلاص اجرائيا هو ما عندوش فلوس عشان يزكي عليها، لانه ما بيبلغ المال ما بيبلغش النصاب عنده، لان كل ما بيجيله بيسدد بيه، صح كده؟ هو الفكره ان انا رحت ايه، في حد راح يجيب حاجه انا ضمنت الراجل ده، الراجل طيب. ده سابني ومشي، فانا اتدبست بالحاجه دي، فانا بدفعها مطرح الراجل. يعني انت كنت ضامن ليه فبتدفع مكانه؟ بدفع مكانه، وسابني وما نعرفش مكانه فين. بغض النظر انت دلوقتي ذمتك بقت مكان ذمته، وبعدين انت تبقى تعود عليه. هو أيوة. الصحيح الحكم بتاعه ان انت هتدفع الدين ده وبعدين انت هتعود عليه، فالدين ده دلوقتي راكب حضرتك فبتدفع كل الفلوس. يعني انا ينفع ادفع زكاة ولا ما ينفعش خالص؟ ما هو ده سؤالي، انت الدين ده واخد كل فلوسك فما بيبلغش فلوسك النصاب ولا لا؟ الاكل بس اللي بيفيض يا دوبك. خلاص يبقى انت ما عليكش زكاة. لازم عشان يبقى عندك زكاة يا سيدي، اذا كنت بتقصد زكاة المال، لازم يبقى عندك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. انت كده ما عندكش نصاب، فعشان كده ما عليكش زكاة. واضح؟ واضح يا سيدنا، الله يكرمك. ربنا يفتح عليك ويبارك لك يا سيد وليد.